لي غلامو صباح النور صباح البركه كيصبحتوا لاباس عليكم. الوغ اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه ماشي من عندي كنبارطاجيها، ولكن افخت ان الهمزه كاينه وهذا البارطاج كيضرب الدراري وتيضرب البنات، كيضرب الناس نتاع مراكش، تيضرب الجاليه المغربيه المقيمه برا، وكذلك الناس اللي كاينين هنايا في المغرب. فغادي تسولوني اشنو غلامور شنو جايبه لينا، فجايبه لكم واحد الدومين كيسابيل فيلا غوزا، هي ارض غزاله الفرع الفاروعي، كيبيعوا فيها الديلو ديال لي فيلا لوط فيلا. كيفاش وعلاش وهذا 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 كلشي غادي نمشي نديكم سوغ بلاص باش نوريكم الموقع ديال الارض فين كاين، 10 مينوت على سنتر مراكش. تحس تقدري تبني الفيلا ديالك كعلى الشهوه ديالك كيما بغيتيها، بيان سور لو دومين اي لي فيرمي سيكوريزي داكشي الفرع تاع الفرعي. انا غادي نديكم غادي نوريكم لي ديتا لي غلامور. الوغ انا جيت نوريكم في الرجوع، غادي نوريكم بالضبط الموقع ديال فيلا غوزا فين كاين. فحنايا كي فتنا دوار بن رحمون، اون مينوت بالضبط على دوار بن رحمون، يعني في الطريق كتخرجي من دوار بن رحمون كتلقاي لي فيلا، ها هما كاينين هنايا. بيان سور ريس با غران شوز فهاد الدومين، الدومين هو ضرباني. تما شتو البنات شي دومين ولا شي حاجه داير بها الحيط بحال هكا، عرفوها راه تخي سيكوريزي. عندنا هنا مكتب البيع، عندنا هنا ريزيدونس فيرمي. خليكم معايا غادي ندخل نوريكم الهمزه كيفاش دايره نتاع فيلا غوزا. انا واخا لي غلامور كيما قلت لكم غادي نجيب لكم فواحد، غادي نجيبكم معايا واحد لولو لي زوين سميتو فيلا غوزا. فيلا غوزا اشنا هي فيلا غوزا؟ كان تيغان سي تان دومين لي 10 مينوت على سنتر فيل كيما شرحت لكم، واللي داير بها الحيط قليل. فاش كنبغيو نشريو شي ارض ضروري كيكون عندنا داك التخوف انك غادي تشريها، واخا تيكون الدومين كيكون محلول، ما كتكونش مثلا سانديك، ما كتكونش ما تيكونش دومين فيرمي. فمن بين الاشياء اللي عجبوني انا بزاف نتاع فيلا غوزا انك الدومين اللي فيرمي. فغادي نقربكم ونوضح لكم اكثر الصوره البنات. هنايا غادي تشوفوا ليا هنايا كما كتشوفوا لو دومين، ها هو فيه تقريبا 52 فيلا، ف 50 فوالا 50 فيلا، 90% ولا 85% تاع لي لو تباعوا. اشنو هو لافونتاج عندك في هذا؟ الوغ اشنو هما لي زافونتاج واللي كيخليو ولا غادي يخليكم تختاروا فيلا غوزا؟ سكو البنات اول حاجه فيلا غوزا كتبعد على مراكش 70 كيلومتر، كتبعد على مرجان بالضبط غدو كازا بعشرة دقائق. كذلك البنات اللي زوين في الدومين شوفوا واش باين لكم هنا، لانه كاين كونتر جور. فهنايا كما كتشوفوا فيها الحمام، كاين المخبازه، كاين هذا ايكيبمون بيبليك اللي غادي يكون فيه جاردان بور لي زانفون، غادي يكون فيه بزاف نتاع الحوايج. عندنا هنايا هذه الطريق اللي كتجيبك من دوار بن رحمون، عندنا جوج نتاو الدخلات اللي كيدخلك للدومين. هادشي كلشي عندنا لا فيردور، يعني معمره ما غادي تبنى تما، يا سي تانتيغان اللي فيه النخال وداك الشيء. وكنطلوا على من هاد الجهه هادي كاين لي فيغناج، كاين باردون كاين لا بارموري جو. البنات البنات والرجال، الرجال ماشي غير البنات. عندنا جوج دخلات، كاينه دخله دخلتي من طريق كازا الا كنتي جاي مسافه من طريق كازا اللي هي كي قلت لكم شنو لافونتاج ديالها، وكاينه الدخله اخرى الا كنتي جايه من طريق فاس ولا الا كنتي جايه تباب دكاله وبغيتي تنقبي. كاين السيركوي ديال الجمال ديال لي كوادو داكشي، يعني كاينين بزاف نتاع لي زاكتيفيتي حداك وفي جنابك. لي فيلا لي دومين الواعرين اللي كاينين في مراكش اللي دائما كنسمعوا عليهم، هذا بلا ما نقول لكم دون ذكر الاسماء. يعني اش غنقول لكم، همزه جايبها لكم اختي غلولو تقريبا فيه من 250 متر كاري، كاينين ديالو اللي واصلين حتى ل 700 متر كاري على حسب. ما بقاش بزاف كما قلت لكم لا ديسپونيبيليتي بقات فيها غير 15. الوغ هذه البنات هي الطريق اللي وريتكم، درك نشوف واش
تيبان لكم فوالا تيبان. وهذا هو الدومين، كل واحد يقدر يبني لا فيلا ديالو بيان سور ا سا فاصون سا مانيير كيما عجبو الحال كيما بغا، وهذاك بيان سور اون ريسبكتون لي نورم و الشروط اللي كتعطيكم سانديكا. كذلك كيما كنعاود نشرح لكم البنات، عندنا الدخله من هنايا والدخله من هنايا، كاين سيكوريتي، كاين سانديك، كاين كلشي، كاين لي جاردان هنايا ديالهم، غادي يبقى فيه ان غون جاردان بالنسبه للناس اللي خداو هنايا. كاينين دي فيلا ايزولي اي دي فيلا جوملي، فهادو مثلا كيتسموا دي فيلا جوملي وهادو كيتسموا دي فيلا ايزولي. فشوفوا لا ديسپونيبيليتي مع لو سيت ولا مع لا باج اللي حطيت لكم ديريكتومون ولا مع النمره اللي غادي نحط لكم دابا الرجال. دابا البنات غادي نجيو للمرحله ديال الاقراض ديال الفلوس اللي كتسناوها كاملين. كلكم باغيين تديروا الفيلات وكلكم باغيين تشريو الاراضي وكلكم بغيتوا تبنيو شوي بشويه، فنوبلي با ان فيلا غوزا كتقترح لكم حتى وكتساعدكم وكترشدكم حتى مع البني مع يعني كتقدر تعاونكم في بزاف نتاع الحوايج الا كنتو ما عارفينش ولا جديد عليكم الدومين ديال البني. هذه من جهه، من جهه اخرى البنات دابا غادي نهضروا كما قلت لكم على الفلوس. الفلوس كيفاش غادي نخلصوا هاد الارض ديالنا، كيفاش غادي نديروا نخلصوها وحنا ما عندناش، اشنو غادي يطلبوا لينا، اشنو غادي يقولوا لينا، واش غادي يزيرونا ولا لا، واش خصنا نخلصوها دابا، امتى لا ليفريزون، اشنو واقع، كيفاش كومون، واش نجاوبكم ولا لا. خليكم معايا باش نعطيكم لي ديتاي اكثر. يلا خليونا نركزوا شي شويه وحلوا ودنيكم مزيان باش تسمعوا اشنو هما الشروط باش تقدر تكون عندك حتى انت ارض وتنتي تقدر تبني بشويه بشويه. فمن بين الاشياء اللي تحفزوا اننا وكنشوفوا بزاف نتاع لي جون دروكا كيديروا كيتقاتلوا كيشريوا الاراضي، من بعد كيشوفوا ديجا اركيتيكت كيبنيو كيدير لي غران زوفر من بعد ومن بعد من بعد، لانه حتى شي حاجه ما كتجي بسهوله. فالفيلا غوزا اشنو كتقترح لكم؟ اول حاجه لولو اللي تقريبا 250 متر كيتقام ما بين 65 حتى 67 مليون، يعني ثمن جد 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 مناسب. طبعا انا ما فيكسيتش لكم المتراج بالضبط، ولكن ابارتيغ دو 250 متر كاري كتبقى ب 65 مليون. شحال كنخلصوا نهار الاول وكيفاش وعلاش واشنا هما؟ فلي غلامور الوغ الا شريتي مثلا لو تيغان ديالك شحال غادي تخلصي الاول؟ نهار الاول كتخلصي كو 30% من لا توتاليتي ديال البروجي. من بعد 6 موا كتخلصي 20% هي 50%. فاش كنعيطوا ليك وكنقولوا لك مسيو ومدام اجيت دير الارض ديالك راه غادي نمشيو نتكاتبوا، فلا كتخلصي 50% اللي كتبقى. يعني انت كتمشي بواحد المراحل بشويه 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 بشويه، تخلصي الارض ديالك بشويه. مثلا وجدوا لك الفلوس قبل وبغيتي تخلصي، بيان سور كاينه لا بوسيبيليتي انهم تخلصي ديريكتومون وتخلصي لا ولا تخلصي لا توتاليتي نتاع الارض. مثلا اشنو السكينه واش كنخلصوا او بلاك ولا 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 هادي ولا هادي، والاسئله اللي غادي يوصلونا اللي حنا الشعب كاملين كنسالوا عليهم. نو كديري لو بايمون ديالك كله، يعني فاش كتختاري لو لو ديالك وكتسيني الكونطرا دو ريزيرفاسيون ديالك كدوزي الخلاص ديالك ديريكتومون في لا بانك، يعني ما كاينش لا جي بي اس باس لا ديري من هنا ديري من هنا حتى شي حاجه، كتخلصي ديريكتومون لا بانك كتحطي لهم القدر ديال الفلوس اللي كتكوني متفقه مع فيلا غوزا عليه. هادي من جهه. دابا البنات اللي غادي يحتاجوا ولا الرجال اللي غادي يحتاجوا وعندهم اسئله كثيره بالنسبه لهذا الموضوع، فانا غادي نحط لكم واحد النمره ديال الارشادات وديال الاجوبات وديال التبرقيقات، غادي توصلوا معايا ديك النمره، راهو راه الاشاره ديالكم باش يجاوبكم باش يعطيكم لا ديسپونيبيليتي ديال كاع الاراضي اللي بقاو، لانه كي قلت لكم لو فيه 50 لو الدومين ولا فيلا غوزا عندهم 50 لو. الوغ دابا غلامور اشنو جبت لكم واشنا هو الكود برومو مع فيلا غوزا؟ اول حاجه عندكم دو لا بار دو غلامور عندكم لي فري دوسي ما كاينينش 0 درهم،
وعندكم واحد الحاجة بالنسبة للناس فيك المتابعين الجالية المغربية خارج أرض الوطن اللي تاهم بغيتهم نحفزهم وبغيتهم يشتروا أراضي ديالهم في مراكش وبغيتهم تاهم يكون عندهم ديورهم وبغيتهم فاش يجيو يدوزوا لي فاكونس مع وليداتهم يلقاو واحد البلاصة اللي زوينة كتسناهم بالبيسين بديوراتهم بمسائل ديالهم. ألوغ مثلا أنت كاينة في شنغهاي وبغيتي تشري فيلا ديالك ولا أنت كاينة خارج المغرب بغيتي تشري الارض ديالك اشنو غادي ديري وكيفاش ما عندك حتى شي حد حتى شي حد في لافامي كلها لافامي كاينه برا كاينه عندك شي صاحبتك فانت من برا تقدري تصيفطي ديريكتوم الفلوس وتفاهمي معاهم وتقدري يعني تقدري تصيفطي صاحبتك ولا شي حد من لافامي ولا شي حد انت تختاري انه يدير لا ريزرفاسيون ديالك الارض في سميتك في سميتو وفاش انت كتدخلي وكتبقى غير المكاتبه الاخرانيه اللي هي عند النوتير فديك الساعه كتكتبي انت ديريكتومون. فهذه من بين الاشياء اللي انا بيرسونيلمون لقيت مشكل فاش المهم بلا ما نهضروا بزاف المهم من بين الاشياء اللي صافاسي ليت على الناس اللي كيكونوا برا ولا على الناس اللي كيبغيو يشريو حيت كيقول لك لا اش كيجيك واش كاين اليا لا الا بغيتي تبدلي الكونطرا من 100 ل 100 خاصك تخلصي القده والقده هنايا مع فيلا غوزا ما كتخلصي حتى شي حاجه طبعا افيك لو كود برومو غلامور زيرو ديغام كتشري الارض ديالك فاش ان شاء الله كيكتب وكتبي تكتبي فعند النوتير صافي تنحس براسي فرات لكم راسكم المهم شرحت لكم كلشي قلت لكم كلشي الا كاين عندكم اي سؤال حطيت لكم لاباج تابوناو مع فيلا غوزا حطيت لكم النمره فرعون صاحبتي الراس ديالها الله يخليكم صاحبتي راه زوينه سولوها نكجو لها الراس ديالها صيفط لكم لي ديتاي صيفط لكم اشنو بقى في لي لو كما قلت لكم راه بقاو كو 10 كنتمنى هذا البارطاج يكون عجبكم نهاركم مبروك نهاركم زين ليت جو على الرياضه مرحبا لكم اتوت